المهم على طاري موضوع فيني ولد ولا بنت، صراحة ما أدري، ما قد جربت إني أنا أقول فيني ولا لا، بس خلوني أقول لكم قصة. قصة أنا أول ما حملت بسليمان، هذا الكلام نرجع قبل كم سنتين، الزبدة أول ما حملت توني عارفة لي كذا يمكن يومين ثلاثة ما أمزح، أمي قالت لي تراك بتجيبين كذا، يعني تراك بتجيبين ورا بعض كذا عاد أنا أثق في أحلام أمي سبحان الله، ما أدري أحس دائما أحلامها صادقة. الزبدة قبل أحمل حملتي هذه أنا صحيت من النوم حلمانة، ثاني يوم تجيني حصة قالت لي سارة حلمت فيك كذا شكلك حامل، قلت لها لا والله ماني بحامل، ما بعد الحين أحمل أنا، تراك بتجيبين كذا، يعني تراك بتجيبين ورا بعض كذا عاد أنا أثق في أحلام أمي سبحان الله، ما أدري أحس دائما أحلامها صادقة. الزبدة قبل أحمل حملتي هذه أنا صحيت من النوم حلمانة، ثاني يوم تجيني حصة قالت لي سارة حلمت فيك كذا شكلك حامل، قلت لها لا والله ماني بحامل، ما بعد الحين أحمل أنا، وأفسر الأحلام يقولون بتحملين وبتجيبين كذا وبتحملين وبتجيبين كذا، وأحلم قبل حملتي يمكن مرتين ثلاث مرات، وتخيلوا أسجلها نوتات، أنا أسجلها أنه أنا وش بحمل وش بجيب، وما بقى أحد ما حلم لي، مرت خالي، صديقة أمي، حصة، من بعد صديقة، ما بقى أحد ما كلمني يقولون حلمنا فيك. بس أنا بالنسبة لي صراحة ما أثق إلا بالتحاليل، يعني ما أدري وش الحلم، يعني مع أن سبحان الله كل حلمي تصدق في حملاتي، قلت لها لازم أتأكد من التحليل، أنا أسوي NIPT اللي هو التحليل هذا اللي من 10 أسابيع، وتخيل سويته قبل 10 أسابيع، هالمرة أول مرة أسويه قبل 10 أسابيع، تقريبا 9 أسابيع أتوقع سويته كذا، واليوم الصباح طلعت النتيجة، أصلا كذا عرفت وحسيت إن عندي اختبار بالضبط فضول، ولا واللي مرة يعني عرفت لي كذا أقول وحامي يدل إنه كذا، الأكل اللي مشتهيته يدل إنه كذا، خلاص يعني من جد عارفة، أنا حسيني مرة عارفة، بس عاد قلنا ننتظر وطلعت الحلم حقيقية، وحلم أمي حقيقي، وحلم حظ حقيقي، وحلم كل، بس أمي طبعا أمي ما شاء الله قدرات خارقة ما شاء الله، من سنتين دارية، أنا ما كنت دارية أني كنت بقول لكم، بس ما أدري أقول ولا لا.